اليوم الخارطة السياسية تتجه نحو التغيير، لكن ليس التغيير الذي ربما يفهم أن هناك انقلاب أو ما إلى شابه، لكن هناك زعامات سياسية جديدة سوف يتم صناعتها مع بقاء يعني نفس الكتل السياسية ونفس المحاصصة. لذلك سوف نرى خلال الفترة المقبلة هناك زعامات سياسية جديدة، هناك قيادات شابة، هناك يعني تصورات جديدة أو استراتيجية جديدة خلال انتخابات ربما البرلمانية، ولا نقول الانتخابات مجالس المحافظات. لذلك اليوم كل الكتل السياسية اليوم تطمح أن تبقي نفوذها في المؤسسات الحكومية مع الاعتماد على شخصيات جديدة وأيضا إدارات جديدة سوف يتم صنعها من الآن، وبالتأكيد سوف تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة جديدة بامتياز، والكل سوف يعني يفهم بأن المرحلة الجديدة ليست كالمراحل السابقة، لأن اليوم المواطن العراقي ربما فهم بأن الوجوه السابقة لم تعمل شيء لهذا المواطن. لذلك ينبغي أن تحاول الكتل السياسية إيجاد حل مناسب لتقليل الفجوة التي كانت بين المواطن العراقي وبين الطبقة السياسية عموما. لذلك التغيير سوف يحصل من خلال إيجاد قيادات سياسية جديدة شابة.